معنا في القاعدة الطبخ أم بدر اللي غادي نشوفوا معها شو صفاء هالصباح. أم بدر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أختي عفيفة. كده يا أختي أم بدر لاباس كلشي بخير؟ أنتم بخير فهذا الموجة ديال الصاد كده يا أختي لاباس؟ كاين شوية الصاد. كاين الصاد الحمد لله. كاين مع الصاد الحمد لله وشكرا. الحمد لله اللي جبتو ما يتلام. الحمد لله. إذا شنو جبتينا الصباح أم بدر؟ جبت لكم واحد الكغاتان ديال البنجان. الكغاتان ديال البنجان؟ كيجي زوين. نبدا بالمقادير إن شاء الله. إن شاء الله. نعم. ناخذ واحد نص كيلو ديال البنجان. نعم. وصلصه ديال المطيشه بالكفته. نعم. شويه الملح، الزيت ديال القلي. نعم. وصلصه بيشاميل، شويه الفرماج محكوك. نعم. ان شاء الله صافي كثير قيتي. نعم. نعود المقادير. نعود المقادير. نعم. ناخذ واحد نص كيلو ديال البنجان. نعم. ناخذ صلصه المطيشه بالكفته. نعم. شويه زيت القلي. لا شوية ما تندلو الزيت بزاف باش ما يتوكيز الزيت. كديري زيت العود؟ لا كنديرو زيت عادي. زيت العادية. نعم. شوية الملح. نعم. حيت واحد نصيحة. نعم. دائما البنجان ملي كتقطعيه. نعم. كتدهنيه بالملحة وتحطيه كيحيد واحد المرورة ديال البنجان. نعم. تخليك فيه المرورة. نعم. وكنوجدو البيشاميل. لاصوص بيشاميل. وشوية ديال سميتو الفرماج محكوك. الفرماج محكوك. أييه. طريقة إن شاء الله. طريقة. كناخذو البنجان كنغسلوه مزيان. نعم. كنرشوه بالملحة كنحطوه بجنب باش غير شوية تحيد ديك الكحولة ديالو والمرار ديالو. نعم. صافي كنحاول نشفوه مزيان من ديك الملحة وكنقليوه كنديرو غير شوية زيت في المقلة وأكثر هي اللي كتعدنا المقلة ديك اللي ما كتلصقش. نعم. وكنديرو هويا سميتو ما تنديروش داير تنخليوه أوفال. نعم. تاع البنجان الأوفال ملي كتمشي تاخذي البنجان كتقلبي البنجان كبير. وفي نفس الوقت ما تكونش فيه الزريعة. واش غادي نقشوا البدنجال؟ لا البدنجال قشورو. بقشورو. نعم. قشورو. نعم. حيت ملي كديري اوفر ما تبقاش قشرة غليظة. نعم. تبقى رقيوقة. نعم. صافي ملي كنشفو مزيان ديك الملحة تنقلي ديك شوية الزيت. نعم. فملي كنقلو كنوجدو كنحطو فواحد الطوسيل كنوجدو صلصة مطيشة. نعم. صلصة مطيشة كلشي الاخوات كيعرفو السيدات. اما طيبيها ولا طحنيها. نعم. كديري فواحد دريس الثومه اللي قامه بالنسبه لشي الكامون شي التحميره البزار. التحميره البزار. نعم. كتحيد فيها الكفته. بغيتي ديري بالكفته راه كيجي تا هو زوين. اختي تعود معنا العطريه ديال لاصوص ديال المطيشه. كنديرها معلقه ديال التحميره. نعم. معلقه ديال الكامون. معلقه ديال البزار. نعم. معلقه ديال الزعتر. نعم. شويه الملحه حيت المطيشه كتشكر الملحه. نعم. وشي جوج معالق ديال زيت العود. والثومه. نعم. والثومه قلتي. ديك الثومه. نعم. الثومه ما تحكيهاش ديك الساعه تخليها طيب فيها. نعم. ملي كطيب فيها كتمعكيها. نعم. حيت حكيتيها فيها كتجي فيها الريحه. نعم نعم. صافي كنلحقو نلحقو في هذيك الكفيته هكا مكوره وكتخليوها طيب. نعم. كطيب كتجي مشربه ومديره بحال تغميره. نعم. كنوجدو صلصه البيشاميل معروفه كتاخذي جوج معالق ديال الزبده. نعم. كديرهم في معلقه في هذا في كاسرونه يذوبوا. نعم. ودائما العافيه مهيله كتاخذي جوج معالق ديال الفورص كتبقاي ديهم تجيبهم ولكن المعلقه تقول لي ديال الخشب. ديال الخشب. اه ديال الخشب. نعم. واحد القريصه ديال الملحه وواحد شويه البزار وانت كتجيبي في هذيك الزبده وذاك الفورص. نعم. كيولي بحال الطوماطه. نعم. كتخوي عليهم الا بغيتي بزاف كديري سيترو الحليب. نعم. الا بغيتي غير شويه كديري غير ربعه الحليب. صافي كتولي عندك البيشامير كتوجدتيها. كتوجدي داك الفرماج محكوك عندك كتشدي عندك ديك المول اللي كتخشي في الفران. نعم. اما ضي ولا اوفال ولا طويل. نعم. كتدهني بشويه الزبده ولا شويه الزبيده كتحطي ديك البنجان اللي عندك واحد النص ديالو كديري ديك صلصه مطيشه اللي مصوبتي بالكفته. نعم. الفوق الا كان عندك بزاف كديري حتى جوج طاجات كتجي هي بحال تقريبا لازان. بحال لازان. بحال شكل لازان غير هو راه بزاف فيه ما تياكلوش البنجال وهاد الطريقه تياكلوه. نعم كيجي مزيان. اه كيجي. نعم. واحد البنه. نعم. كديري ديك صلصه مطيشه كتعاودي ديري الطاج الثاني كتعاودي ديري فيه ديك صلصه مطيشه كديري ديك البيشاميل. نعم. هي الاخرى من الفوق انا ما كنديرش الفرماج هو الاخر كنخليه حتى نخرجوا من الفران. عاد كديرو. نعم. عاد كنديروش ما يتحرقش. نعم. صافي كتقدمي بالصحة والعافية. كتدخلها الفران؟ اه كتدخلي الفران، الفران كيكون سخون غير شوية. نعم. كلشي طيب. شنو خاصة ديال الوقت في الفران؟ كفتة طيبة، البنجان مقلي، البيشاميل طيبة، كتدخلي بحال كيندمج. نعم، شنو الساعة في الفران؟ تقريبا واحد ثلث ساعة كاع حتى 25 دقيقة. نعم نعم. بهذيك كلها كيجي مزيان.
فاش كتخرجي كتقدمي للعائله، اما كتحطي لهم هكاك في المول ياخذ كل واحد ياخذ طريف قدامه، ولا كتقطعي لهم بحال شكي ديال لازان. نعم. وبالنسبه للفرماج حمر التالي عاد كتعمليه؟ لا كتخرجيه وكتلوحيه مع اللي كيخرج سخون، ملي كتلوحي داك الفرماج الحمر كيدوب. نعم كيدوب كما كيبقى يبان. ايوا تبارك الله عليك يا ام بدر. الفرن كيتحرق. نعم نعم عندك الحق. ما ننساوش النصيحه ديال الدجاج دائما ملي تقطعيه. نعم. ترشيه بالملحه وتخليه واحد ربع ساعه باش يحيد ديك المورا وكيتحيد ما يبقاش كحل. نعم. وغادي نقدموا هاد الكغاتا مع السلطه ديال الخضار. تقدري تقدميه غير هو بوحدو راه فيه بزاف الفوائد. نعم عندك الحق. صافي مطيش صافي كل شيء. فيه جميع الفيتامينات. اه فيه كل شيء، تقدري تاكليه هو بوحدو. ايوا تبارك الله عليك ام بدر. العافيه. تبارك الله عليك. اذا وصلنا الى نهايه فقره ديال الطبخ.